بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اهلا بكم شباب وبنات، اهلا بكم، معكم المستر احمد سمير، درس جديد الا وهو مصر والصلاة العربي الايه الاسرائيلي. دلوقتي يا شباب هندخل كده في حمويتها كده، يقول لك سؤال دلل، سؤال دلل على طول كده يا مستر. ايوه على طول. طيب السؤال الدلل ده يا شباب بيقول ايه؟ سياسة مصر نحو انهاء الصراع العربي الإسرائيلي، سياسة مصر نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، دلل بقى على الكلام ده. هقول له في ست حاجات معي، بس الستة دول يا شباب احنا هنقولهم ومش هنشرحهم، يعني لو جالك السؤال في الامتحان تقولهم من غير ما تشرح، تمام؟ أول حاجة قال لك رقم واحد مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل، وده سنة كام يا شباب؟ 1977، يعني بعد حرب أكتوبر بأربع سنين، أربع سنين يا شباب، 1973 وده 1977. يبقى أنا أول حاجة عندي في السؤال الدلل ده قال لك واحد مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل 1977، تمام، أقول له تمام. طب رقم اتنين قال لك مؤتمر كامب ديفيد، مؤتمر كامب ديفيد، ايوه. طب ده سنه كام؟ قال لك 1978، بعد مبادره الرئيس بسنه على طول، تمام كده يا مستر. طيب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة يا شباب معاهده السلام، وده كان سنه 1979، برضو بعد مؤتمر كامب ديفيد 1978. يبقى لحد دلوقتي مبادره الرئيس دي كانت سنه 1977، مؤتمر كامب ديفيد 1978، معاهده السلام 1979، مؤتمر كامب ديفيد كان سبتمبر 1978، ومعاهده السلام دي كانت مارس 1979. طيب رقم أربعة قال لك اللجوء الى المحاكم الدوليه، طيب لجوء لمحاكم دولية ليه؟ قال لك لاستعادة طابة. طيب كمان، طيب رقم خمسة، رقم خمسة يا شباب قال لك مؤتمر مدريد للسلام، ايوه ريال مدريد، مؤتمر مدريد للسلام، وده كان سنة كام؟ 1991. اخر حاجة تأييد اتفاقية اوسلو، ودي سنة كام يا شباب؟ 1993. يبقى دول الست حاجات يا شباب اللي انا قلت لكم عليها. يبقى لو جالني سؤال دلل بيقول لي ايه سياسة مصر نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي، اقول له مبادرة الرئيس السادات لزيارة اسرائيل ده كان سنة كام؟ 1977، مؤتمر كامب ديفيد 1978، بعد كده معاهدة السلام 1979، وكمان اللجوء الى المحاكم الدولية لاستعادة طابة كمان. طيب وخمسة قال لك مؤتمر مدريد، مصر شاركت في المؤتمر ده للسلام عام 1991، واخر حاجة تأييد اتفاقية 1993. هناخد بقى واحدة واحدة ونشرحها، وان شاء الله الشرح يكون كويس. واول حاجة عندي رقم واحد مبادرة مين بقى؟ مبادرة الرئيس ايوة السادات لزيارة اسرائيل من اجل السلام. يبقى مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل من أجل السلام سنة كام؟ 1977. طيب أنا عايز أعرف المبادرة دي. بصوا كده يا شباب، إحنا دلوقتي كنا خارجين من الحرب، والحرب دي كانت حرب أكتوبر 1973. طيب أنا معاك إحنا فوزنا في الحرب، بس الحرب دي لها خسائر. دلوقتي إحنا الخسائر اللي كانت عندنا كانت إيه؟ طاقات في الموارد البشرية، وكمان الموارد المادية والحاجات دي كلها، كان في حاجات بتستنزف في الدولة، تمام؟ يعني مثلا الفلوس اللي بتدفع للأسلحة كان لابد ان عجلة التنمية الاقتصادية تكون اولى بيها، وكمان الحاجات اللي بتتصرف على مثلا الادوية وهكذا بقى للناس اللي اتصابت في الحرب مويل. ففكر الرئيس السادات ان هو يعمل مبادرة من اجل السلام، يبقى اول يقول لك ايه؟ مبادرة الرئيس السادات لزيارة اسرائيل. طيب المبادرة دي يبقى يقول لك كده زي ما انا قلت لك، فكر الرئيس السادات بعد حرب اكتوبر 1973. طيب فكر في ايه بقى؟ انه يعمل ايه؟ مبادرة لزيارة اسرائيل من اجل انهاء الصراع العربي، ايوه بالظبط، الاسرائيلي سلميا. احنا مش عاوزين حروب بقى تاني، احنا عايزين ننهي الصراع العربي ده والاسرائيلي ده
ويكون الإنهاء يكون سلمي. طيب لما الرئيس بادر وراح إسرائيل وقال لهم هناك إن هو عاوز يكون في سلام، وهناك عمل إيه يا شباب؟ رقم واحد قال لك نادى بالإيه؟ بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. يعني هو ما طالبش السلام لمصر بس، لا ده هو نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. شعوب المنطقة في الوقت ده الضفة الغربية لنهر الأردن وكمان سوريا والعرب عموما، السعودية وكل بقى المناطق اللي حدودها قريبة مع ايه؟ مع إسرائيل، محتاجة يكون في الوقت ده سلام. يبقى رقم واحد نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. طيب ورقم اتنين قال لك دعا العالم لمساندته. طب لمساندته لإيه؟ لمساندته لحل النزاع العربي الإسرائيلي. طيب بس كده وخلاص؟ لا، قال لك وخاصة بعد سلسلة من الحروب. والسلسلة من الحروب دي عملت إيه يا شباب؟ قال لك استنزفت طاقات وموارد بشرية ومادية. يبقى من اول كده تمام يا شباب، مبادرة رئيس السادات لزيارة اسرائيل من اجل السلام. طيب فكر رئيس السادات بعد حرب اكتوبر 1973 فكر بايه؟ قال لك ان انا اعمل كده مبادرة ان انا ازور فيها اسرائيل، عشان احنا مش عايزين حروب وعاوزين يبقى في استقرار وسلام في المنطقة. طيب ودعا لإيه؟ قال لك نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة، وكمان دعا العالم لمساندة مين؟ قال لك لمساندته لحل النزاع العربي الإسرائيلي، وخاصة بعد سلسلة من الحروب استنزفت طاقات وموارد بشرية ومادية. طيب بالنسبة بقى لرقم اتنين، بالنسبة لرقم اتنين انا عاوز اتكلم عن مؤتمر كامب ديفيد او كامب ديفيد. تمام، المؤتمر ده زي ما قلنا كان سنة كام؟ 1978، وتحديدا كده سبتمبر 1978. طيب المؤتمر ده احنا قلنا ان السادات قال ان هو ندى بالسلام وكمان دعا العالم كله لمساندته. طيب امريكا بقى قررت ان هي تسنده. طيب قررت ان هي تسنده تعمل ايه بقى؟ قال لك دعا الرئيس الامريكي. مين بقى؟ اسمه كارتر. رئيس الامريكي كارتر ده يا شباب دعا كلا من ومين؟ قال لك دعا كلا من الرئيس السادات. طيب اللي هو رئيس مين؟ طيب ده رئيس مصر طبعا. طيب ومين كمان؟ ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي. هتقول لي اشمعنى يعني رئيس السادات اللي هو رئيس مصر وبالنسبه لاسرائيل كان رئيس الوزراء مش رئيس الدوله عموما؟ اقول لك يا سيدي عشان في الوقت ده رئيس الدوله ما كانش موافق على الاقتراح ده، لكن رئيس الوزراء في الوقت ده كان عنده يعني ايه، كان عنده قابليه ان هو كمان يعمل حل ايه سلمي بيننا وبينهم، عشان خاطر مش حابب يكون في حروب. طيب الرئيس السادات ده رئيس مصر. طيب الرئيس الوزراء ده كان الاسرائيلي كان اسمه ايه؟ قال لك اسمه بيجن. اسمه ايه؟ بيجن، زي ما تحبوا انطقوا يا شباب. تمام، يبقى انا عندي مؤتمر كامب ديفيد 1978 قال لك ده حصل في ايه؟ دعا الرئيس الامريكي واسمه كارتر، دعا كل من ومين؟ قال لك الرئيس السادات رئيس مصر طبعا ورئيس الوزراء الاسرائيلي، وده كان اسمه ايه؟ بيجن. تمام، ده بالنسبه لمؤتمر كامب ديفيد 1978. طيب ايه اللي حصل يا شباب؟ قال لك في الوقت ده او ما النتائج المترتبة على مؤتمر كامب ديفيد. ايه النتائج اللي ترتبت على المؤتمر ده يا شباب؟ قال لك ترتب على ذلك الوصول الى اتفاق او الى اطار اتفاق لمعاهدة سلام، والمعاهدة دي هتكون برعاية مين؟ هتكون برعاية الولايات المتحدة الامريكية طبعا، لان احنا قلنا في المؤتمر بتاع كامب ديفيد 1978 ده كان كارتر هو اللي جمعهم. عشان ايه؟ عشان لعقد اجتماعات، والاجتماعات دي هتكون فين؟ في كامب ديفيد. وكامب ديفيد فين ده يا شباب؟ في الولايات المتحدة الايه؟ الامريكي. طيب لو جالي سؤال هنا زي ما قلت لك وما النتائج المترتبة على مؤتمر كامب ديفيد، هقول له ترتب على ذلك الوصول الى اطار اتفاق بشان ايه؟ بشان معاهده سلام تجمع بين مصر واسرائيل. دي الاجابه. طيب لو قلت لك ما برضو نفس السؤال، ما النتائج المترتبه؟ بس ما النتائج المترتبه على ايه بقى؟ ما النتائج المترتبه على مبادره الرئيس السادات لزياره اسرائيل من اجل السلام اللي هي سنه كام؟ 1977. ايه النتائج بقى اللي ترتبت على ذلك؟
طيب النتائج يا باشا، زي ما قلت لك كده، لو جالك السؤال ما النتائج المترتبة على مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل من أجل السلام عام 1977، النتائج إيه اللي حصل بقى؟ أن مهد الطريق أمام إسرائيل. مهد الطريق أمام إسرائيل لإيه؟ من أجل القبول بمبدأ التفاوض مع مين بقى؟ مع الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصراع العربي الإيه؟ الإسرائيلي. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ ان هو مهد الطريق امام اسرائيل. طيب يا شباب، احنا دلوقتي مش انا الرئيس، رئيس السادات. ايوه الرئيس السادات، عملت ايه بقى؟ جيت لكم في قلب بلدكم بعد الحرب، وكمان انا راجل كسبان الحرب وكده، جيت لكم بقول لكم والله انا عاوز سلام، تمام؟ وبالطريقه دي انا كده قدام العالم كله، بعد ما دعيت العالم كله للسلام ده، انا كده قدام العالم بقول اهو انا جيت قدامكم يا اسرائيل وعاوز سلام. لو انتوا بقى ما حبيتوش السلام في الوقت ده، مجلس الامم وكل بقى الدول اللي موجوده، الدول الاوروبيه الكبيره او الدوله مثلا زي الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، فكله بقى هيقول لك ايه؟ لا، يبقى كده الغلط عند اسرائيل، لانها مش عاوزه يبقى في بينهم وبين المصريين او العرب عموما سلام. يبقى في الوقت ده هو بيقول لك ايه؟ عمل مهد طريق امام اسرائيل من اجل القبول بمبدا التفاوض. هم قبلوا بمبدأ الايه؟ التفاوض مع الاطراف المعنيه. الاطراف المعنيه في الوقت ده يا شباب اللي هي الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي سابقا وبعض الدول، تمام؟ وهي عشان ايه؟ عشان هي مهتمه بقضيه الصراع العربي الايه؟ الاسرائيلي. يبقى احنا كده يا شباب قلنا اول حاجه مبادره الرئيس السادات وقلناه. طيب ورقم 2 مؤتمر كامب ديفيد 1978 برضو قلناه. نروح بقى يا شباب لرقم 3 الا وهو معاهده السلام اللي هي سنه 1979 في مارس 1979، ونشرحها بالتفصيل. طيب يا باشا نروح لمعاهدة السلام اللي هي سنة كام؟ مارس 1979. يبقى أنا عندي معاهدة السلام اللي إمتى؟ مارس 1979. يبقى معاهدة السلام مارس 1979. طيب المعاهدة دي عاوزين نعرف الأطراف، أطراف المعاهدة. يعني أنا عندي طبعا مصر، وعندي إسرائيل، وكمان برعاية ومشاركة مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أصلا عملت معنا المؤتمر عشان المعاهدة دي. يبقى شباب المؤتمر ده أو المعاهدة دي، معاهدة السلام مارس 1979، الأطراف كان بينه مين؟ مصر وإسرائيل، وبمشاركة ورعاية الولايات المتحدة. طيب دلوقتي أنا عاوز أعرف اهم نصوص المعاهده دي. المعاهده دي اتكتب فيها حاجات كتير جدا، بس انا عاوز اعرف اهم النصوص. يبقى يجي هنا كده اقول لك اهم نصوصها، اهم نصوصها. طيب انا عندي 8 نصوص يا شباب. طيب الثمانيه يا مستر احفظهم؟ لا، الثمانيه مش تحفظهم، بس تبقى حافظ منهم 4 أو 5، وخصوصا اول 5 او اول 4، عشان لو جالك سؤال مثلا وقال لك حدد اهم بنود معاهدة السلام اللي هي امتى؟ مارس 1979. السؤال بيجي يقول لك حدد اهم بنود معاهدة السلام مارس 1979. زي ما قلت لك هتحفظ اول 4. طيب انا عندي رقم واحد. بص انت ممكن تكون عارفه، يعني الحاجات اللي انا هقولها دي وخصوصا اول 4 انت ممكن تكون عارفهم. وقت ايه بقى؟ وقت اللي هو قرار مجلس الامم المتحده اللي هو مجلس الامن اللي كان صدر فيه رقم 242 في الوقت ده، كان ايه بقى بالظبط؟ لو انت فاكر هتعرف تقولهم لوحدك. يبقى رقم واحد قال لك انسحاب، طبعا انسحاب مين بقى؟ انسحاب اسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967. وقت العدوان يا شباب لما احتلوا سينا سنة 1967، احنا عايزينهم ينسحبوا ايه من المكان ده. طب هتقول لي استنى، مش احنا دلوقتي في حرب اكتوبر 1973 قدرنا ان احنا نهزم اسرائيل ونرفع علم مصر في المكان ده؟ لا، اقول لك احنا قدرنا ان احنا نهزم اسرائيل، بس ما اخدناش او استردينا ايه؟ سينا كلها. احنا يا دوبك عدينا المكان اللي هم كانوا عاملين عليه خط بارليف، بيدوبك بمنطقه يعني ايه بسيطه جدا، لكن احنا ما اخدناش الارض كلها. كانت من نصوص المعاهده انسحاب اسرائيل من سينا التي احتلتها عام 1967.
67. طيب ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، قال لك انهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل. يبقى انهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل، ايوه، وكمان تعملوا ايه بقى؟ وحل المنازعات سلميا. اي حاجة بقى انتم مختلفين عليها يبقى الحل بتاعها يكون ايه؟ سلمي، مش عاوزين حرب. يعني بمعنى صح، مش ده مثلا يعني عمل حاجة او ضايق التاني في حاجة هوبا يلا هوب طخ كده حرب، لا، زي ما قلنا يكون في حل المنازعات دي وتكون ايه؟ سلمية. طيب كده يا باشا احنا وصلنا رقم اتنين. طيب رقم تلاتة، هيقول لك احترام حرية الملاح في الممرات الدولية. بمعنى كده يا شباب احنا في الوقت لما كان في عدوان وحبينا ان احنا نعمل حاجة اسمها الدفاع المشترك مع سوريا، احنا اول حاجة عملناها ان احنا اغلقنا في وشهم مين بقى؟ خليج العقبة. وده كان ممر دولي يا شباب للملاحة، احنا قفلناه. فهم قال لك ايه بقى من اهم نصوص المعاهدة دي؟ ان مصر تحترم حرية الملاحة والدولة التانية برضو تحترم حرية الايه؟ الملاحة. تمام. طيب رقم اربعة، مناطق محدودة السلاح. طيب يكون في مناطق محدودة السلاح بس كده؟ لا، وكمان قال لك مع تحديد نوع وعدد الأسلحة وكمان الايه؟ القوات. يعني كمان انت ما تعمليش مناطق محدودة السلاح كده بس وخلاص والسلام، لا، ده المناطق دي السلاح اللي يكون فيها يكون نوعه متحدد وكمان العدد بتاعه متحدد، والقوات اللي هتحمل الأسلحة دي تكون برضو ايه؟ عددها متحدد. بمعنى اصح كل واحد كل دولة عاوزة تأمن حدودها، بس الحدود بتاعتنا لا انت تبقى عندك أسلحة كتير ولا انا عندي أسلحة كتير عشان نضمن ان احنا ما نقومش على بعض حرب في اي ايه؟ في اي وقت. طيب ده بالنسبة رقم أربعة. طيب بالنسبة لرقم خمسة، قال لك احترام سيادة واستقلال كل طرف للآخر. يعني احنا عاوزين كل سيادة او كل دولة تحترم سيادة واستقلال الدولة الايه؟ التانية. طيب ده بالنسبة لرقم خمسة. طيب رقم ست، قال لك اقامة علاقات بين مين ومين؟ بين الدولتين. وانت عارف مين الدولتين؟ مصر واسرائيل. طيب العلاقات اللي هي هتكون بيننا وبينهم دي هتكون علاقات ايه؟ قال لك علاقات سياسيه وكمان ثقافيه وعلاقات ايه؟ اقتصاديه. هم عاوزين يضمنوا ان يكون بعد الكلام ده كله في حاله كده من الود بيننا وبينهم، حاله صداقه يعني. تمام. من خلال ايه بقى؟ ان احنا نعمل شويه علاقات سياسيه، يعني بيكون في علاقه سياسيه بيننا وبين بعض، انا اجي لك وانت تجي لي والحاجات دي كده. تمام. وبالنسبه للثقافيه يكون برضو في علاقات ثقافيه بيننا ومن بعض، واقتصاديه ان احنا نشغل اقتصاد بعض. يبقى ده من خلال رقم ستة اللي هو اقامه علاقات بين الدولتين سياسيه وثقافيه واقتصاديه. طيب بالنسبه لرقم سبعة، رقم سبعة يا شباب قال لك البدء في مفاوضات. البدء في مفاوضات او تنفيذ مفاوضات من اجل ايه بقى؟ تنفيذ اقامه حكم ذاتي للفلسطينيين. يعني احنا عايزين ينفذ من خلال يكون في اقامه حكم ذاتي للفلسطينيين فين وفين؟ قال لك في قطاع غزه والضفه الغربيه. المكانين دول يا شباب ليه بالذات دي قطاع غزة والضفة الغربية؟ لان في الوقت ده لما كنا بنقول في العدوان الثلاثي والعدوان الاسرائيلي، كنا قلنا لما في اسرائيل في الوقت ده انتصرت قدرت ان هي تاخد معظم الارض ما عدا قطاع غزة، عشان ده كان موجود من ناحية مصر، وكمان الضفة الغربية عشان القوات الايه؟ الاردنية في الوقت ده كانت بتحمي الحتة دي لان نهر الاردن قريب من الضفة الايه؟ الغربية. طيب ده بالنسبة لرقم سبعة. طيب رقم 8، اهم حاجة بقى، قال لك يا سيدي تطبيق قرار مجلس الامن. ايوة اللي انت فاكره، ايوة اللي هو رقم ايه؟ رقم 242. هم عاوزينه يتنفذ. قال لك تطبيق قرار مجلس الامن رقم 242، وده المهم. واحنا عارفين طبعا قرار مجلس رقم 242 كان فيه يعتبر يعني اربع حاجات من الايه؟ من اللي موجودين في النصوص بتاعت المعاهده دي كانت موجوده في مجلس ايه؟
قرار مجلس الامن اللي هو رقم 242. طيب يبقى ده شباب بالنسبه لمعاهده السلام مارس 1979. نقولهم كده سريعا مع بعض، الاطراف مصر واسرائيل، وكان برعايه ومشاركه الولايات المتحده الامريكيه، وكانت اهم نصوصها. ويجي السؤال يقول لك حدد اهم بنود معاهده السلام مارس 1979، هو قال لك اهم، مش حددها كلها زي ما قلت لك. اول حاجه انسحاب اسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، انهاء حاله الحرب بين مصر واسرائيل وحل المنازعات سلميا، احترام حريه الملاحه في الممرات الدوليه بينهم من بعض يعني. طيب رقم 4 قال لك اقامه مناطق تكون محدوده السلاح، وشرط كمان يحدد او تحديد نوع وعدد الاسلحه والقوات. طيب واحترام سياده واستقلال كل طرف للاخر، كل واحد او كل طرف من البلدين يحترم سياده الطرف الايه الاخر ويحترم استقلاله. تمام. اقامه علاقات بين الدولتين، علاقات ايه بقى؟ سياسيه وثقافيه واقتصاديه. طيب رقم 7 قال لك البدء في مفاوضات، والمفاوضات دي عشان يقيموا حكم ذاتي للفلسطينيين، والحكم ده يكون في قطاع غزة والضفة الغربية. واخر حاجة رقم 8 تطبيق قرار مجلس الامن، والرقم ده رقم 242. طيب لو جالي سؤال يا شباب وقال لي ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام اللي هي في مارس 1979، اقول له ترتب على ذلك ايه اللي ترتب على ذلك يا شباب لو جالي وقال لي ما النتائج المترتبة على البنود بتاعة المعاهدة دي؟ رفع علم مصر في سيناء. طيب ده كان يوم ايه؟ قال لك يوم 25 ابريل 1982، واليوم ده يا شباب اللي هو يوم عيد تحرير ايه؟ سيناء. يبقى رفع العلم بتاعنا امتى؟ رفع علم مصر في سيناء يوم ايه؟ يوم 25 ابريل 1982، بعد ما استردينا الارض دي من المحتل الايه؟ الاسرائيلي. لكن استنى، قال لك انت خدت سيناء اهو، بس في حته كده مش هتاخدها، الا وهي مين؟ قال لك ما عدا طابا. طيب ليه؟ قال لك لانها على راس خليج الايه؟ العقبة. وبيقولوا كده رأس خليج العقبة ده شباب بتاعنا. تمام. فهي عشان طابة دي على رأس خليج العقبة، فتبقى طابة كلها ايه؟ بتاعتنا. وده يودينا لرقم 4 في انهاء الصراع زي ما قلنا في الاول، اللي هو لجوء مصر الى التحكيم الدولي من اجل استعادة مين؟ طابة. وده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. طيب يا شباب نروح بقى لرقم 4، ألا وهو اللجوء الى التحكيم الدولي لاستعادة طابة. يبقى رقم 4 اللجوء إلى الاتحاد الدولي لاستعادة طابة. قال لك يا شباب حدث خلاف على تعيين بعض أماكن الحدود. يبقى حدث خلاف على تعيين بعض أماكن الحدود. نركز هنا يا شباب في الخريطة دلوقتي، دي خريطة توضيحية. طيب فين طابة؟ اهي موجودة هنا اهي. طيب طابة فين؟ قالك على رأس خليج الايه؟ خليج العقبة. موجودة على رأس خليج العقبة. احنا في الوقت بتاع العدوان لما قفلنا عليهم هنا رأس خليج العقبة، قدرنا ان احنا نمنع الملاحة الايه؟ الاسرائيلية بتاعتهم، ونقفلها في وشهم. تمام. طيب اصلا دي دولة فلسطين. طب يعني دي دولة فلسطين بأي حق هم يقولوا ان دي بتاعتنا؟ هم دلوقتي يعني حرامية، وكمان اخذوا الارض ومصدقين نفسهم، وكمان بيقولوا ان طابة بتاعتهم. يعني هي اصلا دي مكان فلسطين ودولة فلسطين، هم بيتكلموا بناء على ان دي دولتهم وان طابة دي بتاعتهم. تمام. فده الخلاف اللي حصل بين مين ومين؟ اللي حصل بين مصر واسرائيل على تعيين بعض اماكن الحدود زي ما شفنا هنا يا شباب. طيب حصل كده يا شباب، هوب بقى حرب بقى بيني وبينك، انت بقى ابتديت، يبقى يلا نعمل الحرب. لا استنى، احنا في النصوص بتاع المعاهدة السلام قلنا ان اي خلاف لازم يتم ايه؟ حله، وحل المنازعات تكون ايه؟ حل سلمي. هم فكروا بقى هنا بحل سلمي. الحل السلمي ده قال لك خلاص يا عم، كل واحد فينا يعمل ايه بقى؟ يروح لمحكمة دولية ويرفع القضية بتاعته دي، ونشوف بقى هل طابة دي بتاعتنا ولا بتاعتكم. نتيجة لذلك اللي حصل بقى حرب زي ما قلنا؟ لا، قال لك اتفق الطرفان لحل القضية من خلال ايه بقى؟ من خلال عرضها على المحكمة الايه؟ الدولية. والمحكمة دي هيئة المحكمة الدولية دي اسمها ايه؟ اسمها هيئة التحكيم الايه؟ العادل.
هيئة التحكيم العادل. احنا بقى كل واحد فينا يرفع القضية دي لهيئة التحكيم العادل. والهيئة التحكيم العادل دي يا شباب بتكون كده محكمة خاصة بالدول، يعني مثلا دولة ودولة تانية الاتنين واقعين مع بعض في مشاكل، يرفعوا كل واحد فيهم مشكلته لايه هيئة التحكيم العادل، والمحكمة دي وهي اللي تصدر بالايه بالقرار الاخير. وبعدها القرار الاخير اللي بيكون ناتج من المحكمة دي بيكون هو خلاص اللي بيمشي، والقرار بتاعها بايه بينفذ. صدور ايه بقى؟ قرار بسيادة مصر لطابة. يعني يا شباب الارض طابة دي طلعت مصرية 100%. طب القرار ده كان امتى؟ قال لك 1988. يعني احنا اخدناها 1988؟ قال لك لا، احنا اخدناها 1989، يعني بعدها بسنة يا شباب من اصدار الايه؟ من اصدار القرار. عادت طابة الى السيادة المصرية. طيب في عهد مين؟ قال لك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. استنى، محمد حسني مبارك لو كنا بنتكلم من شوية اللي عمل المفاوضات وهكذا كان رئيس السادات. أقول لك في الوقت ده يا شباب في ذكرى 1973 اللي هو ذكرى الحرب، في الوقت ده كان سادات كان بيحتفل بالذكرى دي عام 1981، وفي الوقت ده تم اغتياله وعين مكانه مين؟ محمد حسني مبارك. في الوقت ده اللي استكمل بقى النضال من اجل تحقيق السلام وهكذا كان محمد حسني ايه مبارك، وده الرئيس الاسبق يا شباب. نروح بقى لرقم خمسة، ورقم خمسة ده اللي هو ايه؟ المشاركة. مشاركة مين؟ مشاركة مصر في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. شاركت مصر بدعوة لفاعلية ايه بقى؟ لفاعلية ايه؟ قال لك حل الصراع العربي الاسرائيلي، ولكن ايه؟ وفقا لقرارات. قرارات مين بقى؟ قال لك وفقا لقرارات مجلس الامن او الامم المتحدة. لك مبدأ الارض مقابل السلام. دلوقتي يا اسرائيل انت حابة تعملي سلام مع الدول العربية، يبقى مبدأ الارض مقابل السلام. عقد في مدريد، ومدريد دي يا شباب عاصمة اسبانيا، وطبعا مدريد دي غنية عن التعريف، ريال مدريد طبعا لو انتوا بتحبوا الكورة يعني. طيب عقد في مدريد عاصمة ايه؟ عاصمة اسبانيا. طيب العقد ده كان برعاية مين؟ قال لك برعاية الولايات، ما فيش غيرها، الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المرة دي كان معاهم مين بقى؟ الاتحاد السوفيتي سابقا. عقد عام 1991 يا شباب. النتائج المترتبة على ايه؟ مؤتمر مدريد للسلام اللي هو 1991. قال لك ترتب على ذلك حدوث مفاوضات. حدوث مفاوضات؟ ايوه، حدوث مفاوضات بين مين ومين؟ قال لك المفاوضات دي الاول كانت مفاوضات سرية، والمفاوضات دي كانت بين ومين؟ مين كانت بينه؟ باسرائيل وبين مين؟ قال لك فلسطين. لا، قال لك منظمة التحرير الفلسطينية. هي فلسطين بس الاسم يعني كان اسم منظمة التحرير الايه؟ الفلسطينية. طيب حدوث مفاوضات سرية، ليه سرية يا شباب؟ ما نعرفش بقى. هي اللي حصلت ان في مفاوضات سرية بين مين ومين؟ بين اسرائيل منظمة التحرير الايه؟ الفلسطينية. طيب دلوقتي عاوزين نعرف المفاوضات دي كانت فين؟ قال لك المفاوضات دي كانت في حتة اسمها ايه؟ أوسلو. اسمها ايه؟ أوسلو. طيب أوسلو دي فين يا شباب؟ أوسلو دي لمعلوماتكم يا مش معليكم برضو، بس عشان نبقى عارفينها عاصمة النرويج. يبقى المفاوضات كانت فين؟ كانت في عاصمة النرويج. طيب المفاوضات دي بشأن ايه يا شباب؟ فاكر لما قلت لك نصوص المعاهدة، معاهدة السلام، كان رئيس السادات كان حط بند كده، والبند ده قال فيه ايه؟ احنا عاوزين نعمل حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع ايه؟ وقطاع غزة. طيب ايه اللي حصل بقى؟ يبقى المفاوضات السرية اللي كانت بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية دي كانت بشأن اهو حكم ذاتي لمين بقى؟ لفلسطين. طيب فين وفين؟ قال لك يا سيدي قطاع غزة وكمان الضفة الغربية. موقف مصر، موقف مصر من ايه بقى؟
من المفاوضات دي. طبعا مصر مش هتعترض على قرار زي ده، يبقى الايه القرار بتاعنا؟ قال لك يا سيدي تأييد اتفاقية أوسلو. تأييد اتفاقية ايه؟ اتفاقية أوسلو. دلوقتي يا شباب الاتفاقية دي المفاوضات بتاعتها كانت فين زي ما قلنا في أوسلو؟ طيب هي تمت في أوسلو؟ قال لك لا. هي تمت فين بالظبط؟ قال لك تم الاتفاق في الولايات المتحدة الأمريكية. فين بقى بالظبط؟ قال لك واشنطن. واشنطن دي يا شباب عاصمة الولايات الايه؟ المتحدة الأمريكية. طيب والاتفاقية دي كانت سنة كام؟ الاتفاقية دي كانت سنة اهو الاتفاقية سنة 1993 يا شباب، يعني بعد مؤتمر مدريد بسنتين، دي 91 وده 1993. دلوقتي عايزين نعرف بالمزايا والحاجات المهمة اللي خلت المصريين أو العرب عموما عاوزين يبقى في بينهم وبين إسرائيل سلام. طيب يا شباب نروح بقى زي ما قلت لكم لمزايا تحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. طيب ده بيحقق إيه؟ والبعد عن الحرب والسلام ده بيحقق إيه؟ أول حاجة قال لك الاستقرار الداخلي للبلاد العربية. طيب لو في حرب هل هيبقى في استقرار داخلي للبلاد العربية؟ لا، كل شويه بقى حرب، صاروخ راح صاروخ جه، طياره معديه وهكذا. فده اللي هيحصل، عدم استقرار داخلي للبلاد. يبقى لما يبقى في تحقيق سلام يبقى اول حاجه عندي الاستقرار الداخلي للبلاد الايه؟ العربيه. طيب ورقم اتنين قال لك رفع عجله التنميه. يعني ايه رفع عجله التنميه؟ احنا عندنا التنميه الاقتصاديه لما يبقى في حرب، انت دلوقتي هتعرف تعلى بالصناعه والزراعه والتجاره وتعرف بقى تركز مع عجله التنميه الاقتصاديه؟ طبعا لا. في الوقت ده برضو الحاله الاجتماعيه في البلد هتبوظ، تمام، وكمان اصلاح البنيه الاساسيه للبلاد مش هتكون برضو كويسه ولا جيده من حيث برضو الكهرباء والميه وهكذا. لكن تحقيق السلام هيؤدي الى ايه؟ رفع عجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه واصلاح البنيه الاساسيه للبلاد. طيب وايه كمان؟ قال لك تشجيع رؤوس الاموال العربيه والاجنبيه. انا دلوقتي لما يبقى عند حرب هل ده هيؤدي ان في ناس تيجي من اوروبا مثلا معاها فلوس واستثمارات وهكذا وتستثمر في مصر او تستثمر في الدول العربيه اللي عندها حروب؟ طبعا لا، لكن من خلال تحقيق السلام هيحصل تشجيع رؤوس للاموال العربيه والاجنبيه للاستثمار. وزي ما قلت لك اهم حاجه الاستثمار في ايه؟ في مصر وغيرها من الدول الايه؟ العربيه. طيب وايه كمان؟ قال لك وتنشيط حركه السياحه. برضو نذكر حركة السياحة على الحتة دي. هل دلوقتي لو في حرب كل شوية حرب بينك وبين عدو برضو قوم السهل، هل ده هيبقى هيوفر لك ان يكون في حركة سياحة عندك في البلد؟ قال لك لا طبعا. طيب دلوقتي لما يبقى لا، هل ده هيوفر لي زيادة الدخل القومي؟ قال لك لا. طيب هو كمان هيوفر لي عملات أجنبية اللي هي الدولار والعملات الصعبة اللي المفروض تكون موجودة عندنا في البنوك؟ قال لك لا. لكن لما يبقى في تحقيق للسلام وانهاء الصراع هيحصل كالآتي يا شباب. وهيحصل ايه بقى؟ قال لك تنشيط حركة السياحة، ودي هتؤدي لايه؟ قال لك زيادة الدخل القومي وكمان زيادة او توفير العملات الاجنبية، وده المطلوب. طيب واخر حاجة يا شباب قال لك اقامة مشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص وكمان والمنطقة العربية بشكل عام. يعني يا شباب عدم وجود الحرب ده هيحقق لنا كلنا مكاسب من حيث ايه؟ من حيث التنمية هتزيد وعجلة التنمية هتدور، وفي هتكون فين بقى؟ قال لك في مصر بشكل خاص وفي نفس الوقت المنطقة العربية بشكل ايه؟ بشكل عام. يبقى ده يا شباب مزايا تحقيق السلام وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي. نقولها سريعا كده، ده هيحقق لي اول حاجة الاستقرار الداخلي للبلاد العربية وكما رفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واصلاح البنية الاساسية للبلاد وتشجيع رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في مصر وغيرها من الدول العربية وتنشيط حركة السياحة مما يؤدي لايه؟ زيادة الدخل القومي وتوفير العملات الاجنبية واقامة مشروعات وطنية تحقيق تنمية في مصر بشكل خاص وفي العرب بشكل ايه؟ بشكل عام. وكده يا شباب نكون وصلنا الى نهاية درسنا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد، وكمان تكلموا الناس عننا واللي جاي اقوى. وعدك ان شاء الله هيكون في شغل اقوى مع الوقت، وبإذن الله يا شباب احنا اقوى بيكم وقناتنا تكبر بيكم. ودمتم سالمين وسلام.